خير يا فندم. الجيش وقوات حرس الحدود مسكوا امبارح شحنه متفجرات كانت بتتهرب من سيناء في طريقها لهنا. وطبعا مش عايز اقول لكم ان اللي كانوا بيقوموا مع عمليه التهريب هم رجال جابر. جابر؟ جرى ايه بهاء؟ احنا عارفين ان هم بيحضروا العمليه كبيره. واللي تاكدنا منه بقى ان العمليه دي غير اي عمليه فاتت. ورجالتنا في اداره المفارقات اكدوا لنا ان الشحنه دي لو كانت انفجرت كانت هتعمل كارثه في البلد. طيب يا فندم الحمد لله والشحنه اتمسكت. خلاص كده يبقى جابر مش هيعرف يعمل اي حاجه. واحنا بقى نستلم اللي اتمسكوا. مش هما كانوا هيوصلوها لجابر؟ يبقى نعرف منهم هو فين؟ مش هنعرف نطلع منهم بحاجه. ساعه الجيش ما وقفهم ضربوا عليه نار، فالجيش رد، ماتوا كلهم ما عدا واحد دخل المستشفى. ما افتكرش انك هتعرف تكلمه. طب مصدر الاسلحه يا فندم قدرنا نعرف جاي منين بالظبط؟ للاسف لا، لكن رجاله جابر في كل مكان. اه. وزي ما بعتوا الشحنه دي واتمسكت اكيد هيبعتوا شحنه تانيه.